فما فرق انه واحده واضحه ومش واضحه. اللي يحكي عليها الدستور واضحه جدا، يحكي على جماعات محليه، فرق واضح من بين الحدود نتاع الصلاحيه نتاعها ومن بين السلطه التنفيذيه اللي هي الحكومه او رئيس الجمهوريه، وما بين السلطه التشريعيه اللي هي مجلس نواب الشعب. اللي يقترح فيه برنامج قيس سعيد او على الاقل وقت الانتخابات واللي يحكيوا عليه شويه الانصار نتاعو، يبدو انه اللي باش يتم انتخابهم على مستوى محلي عندهم سلطه تنجم تمس من السلطه التنفيذيه، لكن زاد عندهم شرعيه تكون موجودة على مستوى المجلس التشريعي. إذن ما هيش فقط صلاحيات متاع البلديات أو الجهات اللي تصورها قانون مجال الجماعات المحلية، مش الدستور. الدستور ما يعطيكش بالضبط البلديات والجهات والأقاليم شنو مسؤولة، أما يعطيك لمحة، يقول لك مثلا العمران كيفاش تصور العمران أو تهيئة العمرانية، التنمية، معناها فما حدود أو ملامح واضحة. بالنسبة للبناء أو البناء القاعدي ما هوش واضح بالضبط شنو الصلاحيات اللي بتكون موجودة، ولو أنه فما ذكر على أن المصالح المحلية تكون تحت أنظار هذا المجلس، لكن كيفاش بالضبط ما هوش بنفس الوضوح متاع الدستور. إذا نحب نقارنه بطريقة سطحية جدا، البلديات كما موجودة توا هي تنجم تمثل الناس أكثر من التصور متاع 265، خاطر عددهم أكثر، هم 350. إذا تقسيم أصغر، إذا المجالس المحلية تستجيب بطريقة أقرب للواقع متاع البلديات. ال 265 هو على تقسيم متاع المعتمديات، دوك هنا وين اللي يظهر لي هذا اللبس لازمنا نتأكدوا منه، لكن باقي قاعد نحكيه على مستوى محلي. أنا يظهر لي المشاركة متاع المواطنين تعتمد على أولا شو الآليات الموجودة باش هما يشاركوا. نحكيه على 11 مليون تونسي اللي هما مفرقين طبعا بطريقة مختلفة، عندك ناس في الريف، ناس في المناطق الحضرية، المشاركة متاعهم تختلف. كل شيء يعتمد على أنت كيفاش تستجيب أو تفتح المجال للمواطنين، ما يعتمدش فقط على طريقة الانتخاب متاعهم. لازمني نوضح على أنه الفرق على المستوى المحلي، مانيش نحكي جهوي وإلا إقليمي ولا وطني، ما بين البناء القاعدي ولا مركزية راهو ضئيل جدا. هو فرق في طريقة الانتخابك هاو كجيت خمام فيها، واحدة على قائمات وواحدة أشخاص اللي هي تنجم تخلي البلديات وتردهم أشخاص. دوك الاختلاف ماهوش معناها كبير برشا كي نحكيه على مشاركة المواطنين. فما اختلاف في البلديات انه الدستور ينص على انه لازم المواطنين يشاركوا في التنمية وفي التهيئة العمرانية. ما نعرفش ان البناء القاعدي باش ينص على مستوى رفيع في التشريع كما الدستور على المشاركة، هذه حاجة نجم معناها لازمنا نشوفه. فما زاد شكون يقول لك انه المشاركة المباشرة نتاع المواطنين عن طريق مثلا الاستفتاء اللي هو متاح توا في البلديات والجهات، في المستقبل كان صاروا، وزاد المبادرة التشريعية. طبعا هنا البلديات ما عندهمش سلطة تشريعية، ما ينجموش هما يعملوا قوانين، لكن عندك القدرة المواطنين على أنهم يقترحوا قرارات مثلا أو توجهات نتاع البلدية. وفما نسبة من المواطنين ينجموا يدعاوا إلى جلسات باش يحطوا على الطاولة أولويات لهم. إذا في الواقع نتاعنا توا نتاع المركزية أو السلطة المحلية عندك بوادر، باش ما نقولش أنه كل المواطنين قاعدين يشاركوا، خاطر هي بالأساس مسألة ثقافة. تنجم تحط الآليات اللي في العالم الكل، لو كان المواطنين ما يحسوش أنه بالحق عندهم ثقة أنه كان يستعملوا هذه الآليات صوتهم باش يوصل، ولا تحط أي معناها تصور. لازم الثقافة تكون موجودة بالأساس. أنا في هذا السؤال زادة باش نجاوب عليه على زوج مستويات. تنجم تكون وزارة التعليم هي اللي معنية بسلطة وزارة التربية، معناها نجم نحط الشؤون المحلية تبع وزارة التربية ونقول لك أنا نحب ندخل، أو وزارة الثقافة ونقول لك السلطة المحلية نحب تكون ثقافة عند المواطنين. مشكلتي مش في أنه ما عادش عندنا وزارة معنية بالجماعات المحلية أو السلطة المحلية أو الشؤون المحلية فقط، وهذه مشكلة، خاطر كي تنحي وزارة معناها نحيتها، نحيت التوجه المركزي للإصلاح هذا كواحد من أولويات الواضح، مش معناها نحيته، أما ما عادش عندك وزارة اللي هو واضح هي المسؤولة على السياسات العامة. هنا نحكيه على ميزانيات البلديات، الأموال المحالة من الدولة، الأوامر الحكومية اللي موجودة في مجال الجماعات المحلية. أنا المشكلة العظيمة أنك أنت ترجعها لوزارة الداخلية. الشؤون المحلية كانت تابعة وزارة الداخلية، وشفنا هذا إلى شنو أدى. هذا أدى إلى أنه بلديات الميزانية متاعها تكون مهمشة، على خاطر أنت كي جيت خمم فيها نفس الوزير غدوة باش يناقش لك ميزانية متعلقة بالقوات الحاملة للسلاح اللي هي أولوية، معناها المحافظة على الأمن أولوية، واللي هي مجال مختلف تماما على البلديات أو الجهات اللي هي بالأساس الأهمية متاعها تنموية، على نحي حتى نوع التدخل على مدى بعيد، نحكي على 5 10 15 عام.
والقوات الحاملة السلاح تدخلها مباشرة حتى في الإمكانيات اللازمة متاعها. ما همش نفس، ما همش أبدا نفس المجال، ما هوش نفس التفكير الاستراتيجي. أنا كيف نخمم شكون وزير الداخلية، كيفاش نجم نضمن شخص عنده نفس الرؤية فيما يخص الأمن وفيما يخص التنمية المحلية والجهوية؟ ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. علاش أنا قلت لك كان جاي تابع وزارة التجهيز ولا تابع حتى وزارة الثقافة، يا أخي وزارة السياحة، خلينا نقول بلديات التوجه متاعنا أنها مش تعمل سياحة محلية، أي حاجة وزارة الداخلية. أنا يظل هو فقط عودة للقديم اللي احنا مستنسين به. أنا هذا التخوف متاعي، أنه ما هيش في إطار رؤية، هي في إطار شيئين: العودة إلى حاجة مستنسين بها، احنا مستنسين أن هي تابعة داخلية، نرجعها تابعة داخلية، وكيفاش نجم نحجم معناها البلديات من الأخر أني نحطها تحت رقابة. لو كنا نحترموا أو مازلنا نحترموا القوانين الموجودة والدستور، المفروض أنه أي حاجة متعلقة بالمالية متاع البلديات هي الهيئة العليا المالية المحلية هي اللي عندها رأي. من البوادر أنه هذا ما هوش قاعد يتم احترامه برشا، أنه مثلا احنا مستنسين أنه فما البرنامج الاستثماري السنوي اللي هو مع كان مفروض يولي على 3 أو 5 سنين لكن ما وليش بسبب تعثر المسار، ما تمش بالتنسيق مع اللجنة هذه مثلا. هذه من البوادر متاع أنه رجع قاعدين نرجعوا كما كنا نعملوا قبل، وين عندك سلطة مركزية هي اللي تقرر قديش فلوس باش تمشي وقت شنو البرنامج اللي باش نعملوه إلى آخره. وهذا توجه راهو معناها ما نضحكوش على رواحنا ونقولوا ماهوش موجود، هو توجه موجود أنه أنت عندك رئيس جمهورية وحده هو اليوم اللي في يديه السلطة التشريعية والتنفيذية. هذا توجه إلى العودة إلى المركزية التامة. فطبعا أنه أنت المركزية التامة اللي أنت موجود فيها لهنا بغض النظر رحنا نشوفه دستوري غير دستوري سياسيا لازم ولا لا هذا، لكن عندك توجه مركزي جدا للدولة اليوم، ما نتصوروش باش يكون يعني داعم جدا للسلطة المحلية، بالعكس هو يشوف فيها خطر.